مشاركتك اليوم. صح، مرحبا بكم ومرحبا بالصحافة والشرفاء. نحن اليوم شفنا مواطنين الشرفاء التوانسة كل نزلوا للبلاد ليس إلا للتفويض إلى رئيس الدولة. نحن اليوم الناس الكل في كلمة واحدة، كلمة هي لا أحد ضد القانون، لا أحد ضد القانون. اليوم الناس الكل يد واحدة. شفنا التوانسة كيفاش في كلمة واحدة طالبين التفويض إلى رئيس الدولة لتطبيق القانون، ويزينا من الفترة اللي عشنا فيها، فترة الفساد. فهمتني؟ الحمد لله. على كل حال نحن اليوم تشرفنا بالناس الكل، وشفنا اللي حابين عليه شفناه. معظم البيانات اللي نزلتها نقابات الأمن من منعكم اليوم من المشاركة في المسيرة. ما منعنا حتى حد، نحن وطنيين. أنا وطني، أنا تونسي. قبل ما نكون أمني أنا تونسي. شنو اللي منعني باش نشارك في الوطنية التونسية؟ شعارنا علم تونس الوطنية. ما حتى حد ما نجم يمنعني في تونس. حتى يعني مشاركتك اليوم بصفتك مواطن تونسي ليس بصفتك رئيس. مشارك بالقانون، لست لا ماهيش أحزاب هذه. الوقفة التونسية عمرها ما كانت أحزاب. هذه مش أحزاب، ما فيها حتى حزب هذايا. كي تقف لتونس راهي وقفة وطنية. راهي العصمة في يد الشعب. اللي يفهم المواطن اللي هي العصمة في يد الشعب، وقت اللي يقف الشعب هكايا كل شيء يتحقق. اللي تحبوا يتحقق تقف ونقفوا مع رئيس دولتنا باش نفاوضوا له، وهذا هو، هذه الغاية. عندناش غاية أخرى. نحن ضد الفساد، نحن نقاوموا في الفساد، نحن كشفنا الفساد إلى يومنا هذا، ونحن نكشفوا في الفساد. والغدوة الحية نكشفوه. ونحبوا المحاسبة، ونحبوا القضاء الشرفاء يجيوا في الصف الأول، ما عادش يتخلفوا التالي. خلي تتحرك، القضاء يتحرك، الأمن يتحرك، الناس كل تتحرك، يد واحدة. تحيا تونس، نحبوا تونس، ما عندناش حتى غاية أخرى. غايتنا تونس والوطنية. الناس الكل هذه جاية للوطنية، جاية على خاطر أولادها باش تعيش. نحبوا نعيشوا في بلادنا. تحب نهزوا رواحنا ونمشيو؟ كيفاش تقول لي ما تشاركش؟ الخونة باش يتحاسبوا، وكل واحد خاين، وكل واحد يقول لي اللي أنا متحزب. عمري ما كنت متحزب. أنا وطني، أنا أبني مواطني، ما عندي حتى شيء. أنا من كيف الناس الكل، مواطن عادي كيف الناس الكل. جيت مع الناس باش نشارك، وصحيح خذيت الرخصة وأنا جريت عليها. الحمد لله يا ربي، شرف ليا، أديو علي بالخير أكاهو. أكيد الشعب التونسي شيب، شباب أطفال يعني يتظاهرون اليوم في شارع حبيب بورقيبة. هي رسالة إلى العالم الحر، أن الشعب التونسي صاحب إرادة الحياة، هو الذي يحدد مصيره ويقرره طبق يعني رؤيته الخاصة، وهو يمارس يعني السلطة وهو صاحب السلطات. أكيد الأصوات تتعالى في شارع حبيب بورقيبة لطي صفحة الإخوان المسلمين، واعتبار أن هذه المسائل يعني هي شأن داخلي تونسي. الشعب التونسي اليوم في لحظة تاريخية فارقة من أجل تقرير مصيره وطي يعني صفحة الإخوان المسلمين. حقيقة الجو يعني جد مهم، باعتبار ثم أطفال، ثم شباب، ثم يعني أطفال يعني يلوحون بهذه الأصوات. نعم، الشعب التونسي صاحب السيادة، فليسمع كل العالم أن اليوم تونس تقرر مصيرها وترمي إلى مزبلة التاريخ الأخوان المسلمين. أنت كمحامي ومحلل سياسي، شنو رأيك في الوضع العام اليوم؟ الوضع العام في تونس مستقر. اليوم القيادة السياسية يعني تقف مع الشعب التونسي لتقرير مصيره. هنالك محاكمات قادمة لا لبس فيها استنادا إلى مبدأ سيادة القانون. هنالك ملفات فساد وملفات إرهابية. أكيد اليوم
الأصوات تنادي بفتح الملفات بخصوص اغتيال شكري بن عيد والبراهمي وحسن نقذ ومصير الصحفيين المخفيين في ليبيا. اليوم كل الملفات ستفتح ويكون الحساب طبقا لما يقتضيه القانون. وجودك وجود كل الناس، وجود المجروح، وجود الموجوع، الموجود من يرى أن وطنه يخرب يباع يرهن، وجود من يرى ابنه وعمه ويرى نفسه هافين وصلون يعني بعد 10 سنوات ومراش، وجود كل إنسان تجرح، كل إنسان شاف ناس من الجهل والتخلف ولا تحكم وماشية، وجودي هو وجودي. نقول الحمد لله لأنه انتهى. من يحلم؟ لا نقول مساندة لسيادة الرئيس، نقول أن سيادة الرئيس تلبى رغبة الشعب. الشعب تحرك في 25 جويلية صباحا، لو كان تواصلت 26 و27 كانت تكون حكايات أخرى. اللي يتكلموا توا عليهم أن يقولوا شكرا قيس سعيد أنقذتنا، لأنه المقرات بدأت تتحرق، لأنه الديار بدأت تتحرق، لأنه وقت أنقذهم سيادة الرئيس أنقذ الناس هذاكم كانوا مش يدقدقوا. لذلك نحن جينا ما نقولوش لسيادة الرئيس شكرا، نقول له شكرا أنك استمعت إلينا، أنك فهمت أوجاعنا، أنك انتقلت إلى كل مكان. انتهت الحكاية، الآن علينا أن نجتمع من أجل قطع رأس الأفعى، ثم بعد ذلك سنرى ما نفعل. على كل شكر لكل من حضر. باش نحب نقولوا للناس أعداء تونس، باش نقول لهم تونس عندها حراير وتونس عندها رجال. ولهذا أنا جيت كمواطن ضمن المواطنين نحتفل بهذا اليوم، العرس يعتبر هذا عرس تونس اليوم، مش جايين للتحريض ولا جايين للسب ولا للشتم، جايين من أجل تونس، لا من أجل قيس سعيد ولا من أجل أي حد، جايين من أجل تونس. نقولوا أنا جينا اليوم، شوف مصلي على النبي لا كعبتين ولا كعبة، تشوف اليوم عشرات الالاف، لما نقولوا مش الجزيره اللي تقول عشرات الالاف، هذوما احنا على عين المكان، وانتوما صورتوا مئات الالاف اللي موجوده في شارع الحبيب بورقيبه. ولهذا احنا نقولوا ان شاء الله ربي ينصرنا على اعداء تونس، احنا جاي على اعداء تونس، مش على التوانسه في بعضنا، لا، على أعداء تونس اللي من 10 سنين خلاو التونسي ياكل من القمامة، خلاو التونسي يلقط في الزبلة. ما كناش هكا، كنا قبل ب5000 فرنك الزوالي عبي قفته، لكن اليوم هما خذاو فلوس الدولة، خذاو الهبات. تتصوري أنت الدناءة وين توصل، ان الشعب قاعد يموت بالكوفيد، وامين الزغلامي الطالب بتعويضات، معناه باش ناخذوا تعويض حب من حب وكره من كره. هذا عمر كريت انسان يعني بو اولاده باش يموتوا وهو يقول هات اعطوني فلوس نحطهم في جيبي. هذا امين الزغلامي اش قالت، الشعب قاعد يموت وهي طالبة التعويض. فاش تعويض؟ فاش تعويض؟ في وقت المجاهدين متاع تونس، وقت فرنسا، المجاهدين لله في سبيل الله جاهدوا، ما جاهدوش وقالوا هتعطينا فلوس.